سيد مساعد اول، نادين محمد مساعد ثاني، وحكم الرابع عزة وحيد في هذه المباراه. تحياتي امير محروس معلقا على هذه المباراه. الاهلي سيتواجد على يسار الملعب، ملعب طبعا النادي الاهلي في التجمع، وعلى يمين الملعب يتواجد نادي الجونه. البدايه من عند الكساندرا في خط الدفاع. البدايات مهمه جدا دايما على مستوى الكره النسائيه، في البدايه تجد هدف، تتلعب الكرة بسرعة على طول عند نادين غازي من اليسار. نادين تلف ودور تلعب الكرة، يا سلام حلوة الكرة عند ميا هاردن الأمريكية، ولكن الكرة والتغطية الدفاعية والكرة إلى ضربة ركنية أولى في هذه المباراة من المتابعين والنقاد بكل تأكيد على مستوى آية بطوط حكم الساحة النهاردة. ترجع تاني الكرة على طول، تسديد من بره منطقة الجزاء من على طول عند ألكساندرا اللي تعود عند نورة خالد. نورة عند رودينا، عمومية الكورة أرضية، انطلاقة دي خطيرة، ممكن دي خطيرة على طول عند نادين. نادين عايزة تشوط الكورة برجليها اليمين، يا سلام على الكورة، جول جول. لسه بنتكلم على نادين غازي، تظهر وتسجل الهدف الأول الأهلي بعد تمريرة رائعة ما بين الخطوط، انفراد وانطلاقة من وسط الملعب، تسديدة بالقدم اليمنى، تسجل نادين غازي في الدقيقة 14 الهدف الأول الأهلاوي. هدف رائع، لمسات ونقلات قليلة، تقدر ان هي تهرب من الرقابه وتسدد بالقدم اليمنى وتسجل الهدف الاول للكبير الاهلاوي. يا سلام على تمريره رودينا عبد الرسول، يا سلام على تمريره رودينا، ويا سلام على انطلاقه في المساحه الخاليه الفاضيه تماما من نادين غازي، وتسجل الهدف الاول الاهلاوي. هدف مستحق بعد سيطره واستحواذ. حد قلوب الدفاع يشارك في بناء الهجمه ويلعب الكرات الطوليه او البينيات، ادي التمرير. يا سلام يا عيني على التيكي تاكا الاهلاويه، يا عيني يا عيني على التيكي تاكا الاهلاويه، والهدف الثاني الاهلاوي. يا سلام، هدف مش بنشوفه كتير، هدف مش بنشوفه كتير، تسجل اللاعبه ميا داردن الامريكيه الهدف الثاني للاهلي. الاهلي يبدع يمتع يغني على ارض الملعب النهارده، لمسه الثانيه الثالثه جول، بس كده ادي واحده، ادي التانية وادي التالتة من ميا داردن، والهدف التاني الاهلاوي. يا سلام يا سلام على جمال الهدف، يا سلام على جمال الهدف، تيكي تاكا اهلاوية، والتمريرة رائعة، والانهاء اروع واروع، هي كده بالقدم اليمنى كده بس، مش عايزة اي تفكير زايد. وتسجل الامريكية الهدف التاني الاهلاوي بعد سيطرة كبيرة جدا في الدقيقة 17، يتقدم الاهلي 2-0، وممكن النتيجة قابلة للزيادة، 2-0 للاهلي. تعود كره من جديد، رودينا في وسط الملعب، تمريره للامام، هل فيها الثالث ولا ايه؟ منا طارق، منا طارق، تمرير، ادي الثالث جاي، ادي الثالث جاي، تسديده بالقدم اليسرى، الثالث، يا سلام يا سلام يا ميا داردن، في دقيقتين تسجل هدفين الامريكيه، في دقيقتين ينهي المباراه، انهت المباراه الاهلي، ينهي المباراه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 17، هدفين، هدف في الدقيقه 17 وهدف في الدقيقه 18 من ميا داردن. يا سلام بالقدم اليمنى شغال، بالقدم اليسرى شغال، الاهلي بالعلامه الكامله، الاهلي بالنقاط الكامله قبل بدايه المباراه، ست انتصارات، والمباراه السابعه، وحتى الان في طريقه للانتصار السابع. للامام الكره، ميا داردن، استلام، مرور، يا سلام، تسديده خطيره جدا، ولكن برافو 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 مريم طارق، تطير وتطلع الكره الى ضربه ركنيه اهلاويه. شوف الطيران وشوف التصدي، تسديده رائعه وجدت الاروع، يا سلام بالقدم اليمنى، برافو برافو يا مريم، مريم طارق تطير وتطلع الكره بشكل مثالي. تعادوا الكره من جديد، الكرات الركنيه تتلعب على القائم الثاني. منا تحاول انها تعدي، مشيت، ولكن قطعت الكره من جديد، المرتده للجونه، ممكن يبقى فيها ادي الانفراد، ادي الانفراد، ممكن هدف تقليص الفارق ولا ايه، ولكن السرعه مطلوبه، السرعه مطلوبه، تلحق. يا سلام يا ثريا اشرف، ثريا اشرف، برافو، تقدر ان هي ترجع وتستخلص الكره، وعوده لمهد مرداش من جديد. ثريا تمريره خطفت من جديد، ادي منا، منا طارق، عوده من جديد، ترجع لها الكره تلعب الكرة الأمام بالقدم اليمنى، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، ولكن هنا تطلع حارسة المرمى من جديد، انطلاقة موجودة للأهلي، تسديدة، هذه هدف رابع، الهدف الرابع الأهلاوي، الهدف الرابع الأهلاوي، مهرجان أهداف، مهرجان أهداف. ثريا
تسجل الهدف الرابع بعد احتكاك والتحام ما بين حارسة المرمى مريم طارق وما بين حبيب عصام. تصبح النتيجة 4-0. كملت على الكرة ثريا أشرف بالقدم اليمنى. أدي الإعادة وأدي الكرة اتلعبت للأمام من منا. حصل التحام بين الاثنين ما بين حبيب عصام ومريم طارق. كملت ثريا على طول بكل هدوء بكل هدوء حطت الكرة في الشباك. تصبح النتيجة 4-0 للنادي الأهلي. 4-0 ولسه النتيجة قابلة للزيادة. على طول من ناحية الشمال حاولت البحث عن فرصة لتقليص الفارق لفرح خالد. تلعب عرضية. ادي الكورة الانطلاقة. كان ممكن الكورة اللي فاتت لو بالقدم اليمنى كان ممكن يبقى هدف تقليص الفارق. تعالوا الكرة من جديد عند حبيب عصام. تلعبها للأمام. لمسة تانية اتخطفت من جديد. تستعيدها حبيبة. ادي الانطلاقة من حبيبة. تعدي تقطع مشوار. حلو الكلام. لو سجل هيبقى هدف مارادوني. حبيبة عصام هدف مارادوني. يا سلام يا حبيبة عصام من وسط الملعب الآخر لمرمى المنافس. الخامس من حبيبة عصام. الخامس من أبرز لاعبة في تشكيلة الأهلي. تظهر وتعدي من الفريق كله. وتسجل الهدف الخامس للأهلي. شوف كم لاعبه. شوف يا سلام يا حبيبه عصام. هدف خامس اهلاوي. هدف رائع. هدف مارادوني من حبيبه عصام. يا سلام يا حبيبه. هدف يفكرنا باهداف ليونيل ميسي في بداياته لو فاكرين مع برشلونه. وهدفه الشهير في مرمى فياريال من وسط الملعب كده طبعا مع الفارق. كل الاهداف دي وتشاريتي روبن موجوده في دكه البدلاء. الهدف من هدفين الفريق طبعا. عندها 5 اهداف. اللاعيبه النيجيريه جمال قويه جدا في تشكيله الاهلي موجوده في دكه البدلاء. ترجع تاني الكوره من اليسار. ادي العرضيه عدت مشيت خطيره. نادين تشوط الكوره لكن الكوره كانت في منتهى. الاهلي هدى الريتم شويه. لاعبات الاهلي هديوا شويه. حبيبه تلعبها قصيره. تمريره حلوه على طول عند لاعبه ميا داردن. عرضيه خطيره. تاني راسيه مره تاني الهدف. لا 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 تصدي من جديد من مريم طارق. صراحه يعني مريم عامله مباراه. هو في اصابه ولا ايه؟ في اصابه قويه. والاصابه اللي موجوده هنا لميا داردن اهي دي توضح لنا مظبوط. لا اصابه قويه بس ان شاء الله مفيش حاجه تقدر تكمل. ميا داردن لسه كنا بنتكلم على الاصابات والخسائر الكتيره اللي نيجيريا بدات طبعا مع فريق ريفرز انجلز النيجيري. ادي الكوره والانطلاقه للاهلي من اليمين. خطيره تاني ولكن تطلع بقى هنا مريم طارق. بالمناسبه الجونه استقبل 5 اهداف ولكن انطلاقه من حبيبه عرضيه ولكن من جديد خطف الكوره تعود في وسط الملعب. لمسه ثانيه انطلاقه تشاريتي روبن الهدف السادس. اللاعبه البديله تشارك في مهرجان الاهداف. تشاريتي روبن تسجل الهدف السادس للاهلي. في الدقيقة 43. ايه العقل ده؟ وايه التسديدة اللي بهدوء كبير جدا ده؟ كأنها في التدريبات. يا سلام على تسديدة بالقدم اليمنى والهدف السادس الأهلاوي. صناعة من مين؟ صناعة من نادين. نادين تصنع. تشاريتي روبن تسجل. البديلة تشارك في مهرجان الأهلي. انطلاقة موجودة من اليسار ممكن يبقى فيها ولا ايه؟ ادي التمريرة نادين 1 و2. التالتة عند نادين غازي. من جديد التمريرة. ادي السابع ولكن لا تصدي رائع من مريم طارق. قلت لك مريم طارق متألقة النهاردة. حد يقول لي متألقة ومستقبلة 6 اهداف اقول له نتيجة طبعا. مسار كمان ما استقبلش ولا هدف في الدوري بس مسار لعب 4 مباريات بس. بالمناسبة البنك الأهلي برضو من المرشحين بالفوز برضو في مسابقة الدوري من أحد الأندية الكبيرة المميزة جدا البنك الأهلي تحت قيادة فنية للكابتن محمد كمال. أدي كورة وتسديدة. يا سلام هدف على طريقة أرين روبن.
تسجل حبيب عصام الهدف السابع الأهلاوي. الله على الهدف الجميل، الله على الهدف الجميل، رائع، مميز 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 بامتياز. شوف الكرة بالقدم اليسرى والتسديد. الله 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 يا حبيبة عصام، تسجل الهدف السابع الأهلاوي. حبيبة عصام تظهر وتؤكد للكل هي من أفضل لاعبات الدوري المصري. بالقدم اليسرى في المرمى، صعبة صعبة عليك يا مريم. تاني في وسط الملعب، 7-0 في شوط، 7-0 في شوط، انطلاقة للجونة ومعاها صافرة حكم اللقاء طبعا حكم الساحة آية بطوط. نهاية الشوط الأول، تقدم أهلاوي 7-0 على نادي الجونة. أعزائي فرح خالد وياسمين أحمد رباعي في خط الظهر، هنا أحمد وجوري طارق وميان أيمن في وسط الملعب، سارة منير وخديجة عمر وملك عمرو في المنطقة الأمامية كثلاثي هجومي. بالنسبة لديمتري لوبوف سيبدأ الشوط الثاني، وأنهى الشوط الأول بتشكيلة مكونة من مهدي مرداش في حراسة المرمى، نورة خالد وألكسندرا ورزين عبد الرسول وثريا أشرف في خط الظهر، في وسط الملعب نادين محمد ولولو نصر وحبيب عصام، نادين غازي ومنة طارق وتشاريتي روبن في المنطقة الأمامية في تشكيلة النادي الأهلي في الشوط الثاني. تسديدة من برا منطقة الجزاء من تشاريتي روبن في أقوى خط هجوم في الدوري. منة طارق تمريرة حلوة، تشاريتي روبن خطيرة الكورة ولكن تطلع على طول بشكل كويس مريم طارق وتلتقط الكورة وتتبلع وجولي طارق. ماشي يا سارة معلش. لمسة للأمام، بعد الكرة من جديد لمهدي مرداش. أخيرا قلنا اسم مهدي مرداش. من اليمين على طول الكرة عند رودينا، رودينا في وسط الملعب، تمرير عند لولو نصر تقود الهجمة الأهلوية. 1-2، التالتة فين؟ التالتة في تمريرة مشيت لتشاريتي روبن. من جديد الكرة للأهلي، تشاريتي روبن، منة طارق عايزة تسجل، منة طارق عايزة تسجل، تلعب التمريرة، يا سلام على التمريرة الجميلة، عودة من جديد، كل لاعبات الجونة بيدافعوا. ترجع تاني من اليمين، انطلاقة رودينا، مرور من الأولى والتانية، ممكن عرضية في التالتة، أدي العرضية لمين؟ لمين؟ خطيرة رأسية ولكن من جديد مريم طارق تصد الكرة الرأسية، كانت من نادين غازي. حلو ريكي روبن في تغيير اضطراري مكان ميا داردن. ترجع تاني هجمة العكسية للجونة، من اليسار انطلاقة فرح، أدي فرح، رودينا قوية جدا، رودينا عودة من جديد من نورة، أكثر قوة وتركيز ومستوى على ارض الملعب يظهر بشكل كويس. ثلاثي الدفاع الكسندرا تقطع مشوار بشكل كويس من ناحيه الشمال، لسه معاها الكوره، التمريره الحلوه للامام لتشاريتي ولكن اتخطفت الكوره من جديد، تعود لمهدي برداش. من جديد قربت منها من ناحيه اليمين ثريا، لمسه لمنة طارق، منة طارق، منة حلوه التمريره، تشاريتي روبن تلمس الكوره على طول برجلها الشمال ولكن الكوره تعدي. ترجع تاني عند نوره، ادي نوره من جديد التمريره من ناحيه الشمال، تلقت الكسندرا والكره للامام من ناحيه الشمال، ادي حبيبه، حبيبه عصام لسه مع الكره من الناحيه اليسرى، حلوه التمريره، منة طارق، تفويته لتشاريتي، تشاريتي تشوط الكره حلوه، يا سلام يا سلام، تشاريتي روبن تسجل الهدف الثامن للنادي الاهلي، يا سلام تشاريتي روبن تسجل ثنائيه والهدف الثامن، تسديده بالقدم اليمنى بعد تمريره حبيب عصام وتفويته منة طارق والكره والهدف الثامن الاهلاوي، الثامن الاهلاوي. كمل عد، سيب القوس مفتوح، سيب القوس مفتوح، والهدف الثامن للاهلي. الاهلي يبدع، الاهلي يمتع، الاهلي يغني على ارض الملعب باعلى صوت. تشاريتي روبن تضع الهدف الثامن وفي هذه اللحظات الاهلي. الكسندرا عايزه تشوط الكوره ولا ايه؟ تمريره، لا دي في الكوره اللي فاتت من ناحيه الشمال كانت تمريره في وسط الملعب، دي كانت ندى خالد، ادي الانطلاقه فيها شد القميص وفيها خطا اهلاوي، فيها خطا اهلاوي، خطا على طول عند منة طارق. دقيقه 63، نتيجه ثقيله جدا جدا جدا، 8-0. بيبقى عصام هدفين، ميا داردن هدفين، تشاريتي روبن هدفين، كده 6 عشان ما تلخبطش برضه. نديم غازي هدف وثريا اشرف هدف، ادي كوره انطلاقه من اليسار، حبيبه، حبيبه عصام، الهاتريك 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 ولكن على طول كرة تخبط تغير الاتجاه، ترجع تاني لحبيبه، تعافر من اجل الكوره، لسه مين يقدر على حبيبه؟ مين يقدر على حبيبه؟ مين يقدر على حبيبه؟ تسجل تشاريتي روبن الهدف التاسع الاهلاوي. ويبقى السؤال، مين يقدر على حبيب عصام والإمكانيات والمهارات والحفاظ على الكرة بشكل سليم؟ 9-0 للأهلي.
9-0 للأهلي، نتيجة ثقيلة. شوف تتلاعب بالكل، تتلاعب بالكل. وتشاريتي روبن البديلة تسجل هاتريك، البديلة تسجل 3 أهداف، هاتريك للاعبة النيجيرية، تسجل كده 8 أهداف في مسابقة الدوري، وتبقى هي في صدارة هدافي الدوري المصري. تشاريتي روبن كان عندها 5 أهداف، حط ال3 أهداف بمنتهى السهولة، أصبحت النتيجة 9-0. 9-0 للأهلي. لو تمر من ناحية الشمال في كورتين على أرض الملعب، طب الكرة التانية دي جت منين؟ ماشي. ترجع تاني عند حبيبة، حبيبة عرضية، أرضية تمشي تعدي على طول لمريم خميس، ولكن المرتدة للجونة، المرتدة على طول عند ميان أيمن، ميان تحاول تعدي ولكن قدامها 4-5، صعبة أوي، صعبة أوي، صعبة أوي. الكساندرا انطلاقة، كورة تشاريتي من ناحية اليمين، انطلاقة أهلاوية ممكن من مريم خميس، مريم خميس ومحاولة الانطلاق من الجانب الأيمن. أدي مريم استلام، فيها فاول للجونة، فاول للجونة جديد في وسط الملعب. لولو نصر تحاول تلعب تمريرة لحبيبة عصام، حبيبة في منطقة الجزاء. يا سلام على التشميسة الجميلة، يا سلام يا عيني، الله 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 يا حبيبة يا عصام، مش ممكن مش ممكن. مرور رائع وتسديدة أروع بالقدم اليسرى، الهاتريك من حبيبة عصام، الهاتريك من اللاعبة الأكثر مهارة والأفضل على أرض الملعب، وممكن تكون الأفضل على مستوى الدوري. يا سلام على التسديدة بالقدم اليسرى، مين يقدر على حبيب عصام؟ من يستطيع على إيقاف حبيب عصام؟ من يستطيع إيقاف حبيب عصام بالقدم اليسرى؟ يا سلام على التشميسة الجميلة، يا سلام. شوف 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 شوف، الله الله الله، تسديدة لا تصد ولا ترد، هاتريك من حبيب عصام. 10-0 للأهلي. خطأ للجونة على طول عند فرح، تلعبها على طول في اتجاه المرمى مباشرة، حلوة ولكن عدت فوق العارضة. عشرة صفر، نتيجة ثقيلة جدا جدا جدا. ادي منا هتلعبها ازاي؟ تلعبها على طول في منطقة الجزاء، تشتيت من الدفاع او ابعاد من الدفاع، ترجع تاني في لمسة لمنا طارق، مجهود كبير جدا من منا. عنده كرة في وسط الملعب، لولو نصر لعب الكرة للأمام، انطلاقة تشاريتي ولكن قاطع الكرة من الدفاع، تغطية دفاعية في اللقطة اللي فاتت، تشاريتي تقطع الكرة، تشاريتي خناقة بين الاثنين. رامي تماس للأهلي، حبيب عصام، ألكساندرا، ألكساندرا في كرة وعودة لنورة، نورة تزيد في المنطقة الأمامية. يا سلام يا نورة، يا سلام يا نورة، تقطع مشوار، هل تسجل؟ هل تسجل نورة؟ نورة نورة، ولكن هنا تصدي من مريم طارق. نورة خالد تقطع مشوار كبير جدا ومميز، و من اليمين عنده ثريا، تمريرات متبادلة للأهلي. الكل بيتكلم على المباراة، الكل بيتكلم على النتيجة الثقيلة، الكل بيتكلم على مستوى كبير جدا للاعبات الأهلي. ادي اللمسة في وسط الملعب، انطلاقة موجودة، تعاون من جديد وخطأ للجونة، انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة. الكرة اتلعبت بسرعة، اتخطفت من جديد للأهلي، رقم 11، الهدف رقم 11، الهدف رقم 11، ال 11 للأهلي، ال 11 للأهلي، الهدف رقم 11 للأهلي. 11-0، 11-0. يا سلام على الأهلي وجماله. تسجل لولو نصر وتشترك في مهرجان الأهداف هدف في الدقيقة 91. شوف الخطأ الدفاعي واستغلال منه لولو نصر، هدف رقم 11. سلام يا سلام يا سلام على الأهلي، الأهلي يبدع، يمتع، يقنع على أرض الملعب ب 11 هدف. تستحق هدف، تستحق هدف منا معاها الكورة، منا تشوط الكورة خطير، لكن مريم طارق منا تقول يعني سبت كل الكرات دي تخش المرمى وتيجي عند انا تصد الكرات. عملت مجهود كبير جدا منا بصراحة. ترجع انا ترجع تاني الكورة من ناحية الشمال على طول عند هنا، هنا تحاول والكورة تخرج بكامل محيطها إلى رمية تماس أهلاوية، نورة خالد،
عودة للدفاع 11-0. بنبارك للأهلي، الأهلي ينتصر في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. إلا بقى لو في الهدف رقم 12 ولا إيه. أدي العرضية اتلعبت، الكورة عدت من الكل والكورة خارج أرض الملعب بقى هنا إلى رمي تماس لمصلحة نادي الجونة. إذن صافرة النهاية ونهاية المباراة، فوز كبير جدا للنادي الأهلي بنتيجة 11-0 على نادي الجونة. هاتريك حبيب عصام، هاتريك شاريتي روبن، هدفين ميا داردن، هدف نادين غازي، هدف لولو نصر، هدف ثريا أشرف. مليون مبروك للنادي الأهلي، 7 مباريات 7 انتصارات في الصدارة من 21 نقطة، ويتجمد رصيد الجونة في المركز التاسع ب9 نقاط. أعزائي المشاهدين، كنتم مع أمير محروس، نلتقي بإذن الله في قادم المواعيد والمباريات الكبرى. أما الآن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.